بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أساتذتنا الكرام في هذا الفيديو الجديد. إذا راكم جداد على القناة ما تنساوش أنكم ديروا سبسكرايب شير اند لايك، تخليو لنا دي كومنتير باهيين إن شاء الله just for the support. وإذا راكم already subscribed ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كامل جديد إن شاء الله. دونك اليوم راح نبارطاجي معكم طلبيه تاع احدى الاستاذات. اذا القناه تاعي متنوعه، هي قناه تعليميه، دونك راح نشاركوا فيها مواضيع تخص التلاميذ الابتدائي او المتوسط بليطار ان شاء الله، كذلك مواضيع تخص الاساتذه اللي هي مثلا الوسائل التعليميه. يعني حتكون هناك بلاي ليست، يعني وين كي تحبوا انكم تروحوا المواضيع معينه ضغطوا على البلاي ليست واختاروا البلاي ليست اللي تناسبكم. دونك اليوم راح نبارطاجي معكم هذه الطلبيه تاع الاستاذه. دونك الطلبيه الاستاذه هذه عفوا طلبت اني نخدم لها بوستير كبير. هذا البوستر يعبر على the zoo and the farm. دونك هذا البوستر خدمته له في فرد بوستر اللي هو متر على 60 الديمونسيون تاعو. تقدر مام هي بليتار اذا حبت انها تقسم كل جزء دير وحده تقدر، بيسك المغناطيس كي حطيتهم اللورا حطيته بطريقه انها تقدر تقسم ديفيزي سيغ دو، تولي عندها دو بوستر، بوستر تاع الزو وبوستر تاع ذا فارم. درك كيفاش راح تخدم هي بهذا البوستر؟ دونك هنا خدمت لها the animals تاع الفارم وتاع ذا زو. دونك هي ما طلبتش مني اني ندير لها الاسماء. نتوما اذا حبيتوا مثلا كاين اسماء، مثلا تحبون نركب لكم الاسماء في البوستير وهما التلاميذ يهزوا هذا الصور يحطوا كل صوره في مع الكلمه المناسبه، ما كانش مشكل. والله كيما قلنا نقدروا اننا كيما هذه الطريقه، احنا بالك تبان احنا ككبار تبان لنا باللي حاجه بسيطه، ولكن بالنسبه للتلميذ انه يطلع للسبوره لازمو they name the animal then they place it on the right poster. اوكي هنا لازم التلميذ تحفزوه انه يحفظ باش يقدر يلعب اللعبه هذه. دونك مثلا كي يخدم بالشيب لازم يذكر لك شيب، لازم يذكر لك the elephant ويحطه في المكان المناسب، سينو ما يقدرش يخدم هكا باش تشجعوه، يعني مش باش نحبسوه ولكن باش نشجعوه. رايحين نبداو نحطوا هذه البطاقات باذن الله في المكان المناسب. اذا كيف تشوفوا بهذه الطريقه التلميذ each time كل وقت الاستاذ ينفيتي تلميذ يقولوا yes، مثلا علي yes come to the board. so علي لازم يهز بطاقة this is a sheep ولازم يعطينا جمل. يعني دائما حفزوا التلاميذ تاعكم على انهم يعطيوكم جمل يعني باش يعبروا. the sheep lives in a farm. the sheep lives in a farm كي يعطيك إجابة صحيحة يحطها في المكان تاعها. the elephant lives in the zoo for example. والله the elephant is a zoo animal. تقدروا مام أننا مثلا نستخدمو description the zebra has got black stripes. the elephant has got a long trunk sorry. the مثلا the cow has got black spots. it eats grass. يعني هذا البوستير فيه كثير وكثير من الامور. يعني بعد ما يلعبوا اللعبه ويحطوا هنا وقت الديسكريبشن يتكلموا على the habitat، يتكلموا على the food، على الديسكريبشن تاع الحيوان etc. دونك هذا واحد من اجمل الاشياء اللي يقدر التلميذ انه يديرها باذن الله. نفوتوا to the second poster. لا راح نتكلموا فيها على هذه اللعبة الجديدة اللي هي لعبة الأصوات. دونك كيما درنا من قبل لعبة للقراءة والكتابة، اليوم حبيت أني نخدم هذه اللعبة اللي هي تخص لعبة الأصوات. دونك هذه الأصوات مقسمة إلى جزئين، لازم نشرح لكم طريقة باش تفهموني. كاين على الأول listen and identify the sound، والله read and identify the sound. دونك خلف كل دونك كم تشوفوا هنا بلي كاين هيدفون، يعني راح يسمع ومنا راح هو اللي يقرا ويشوف الصوت. دونك منا راح تكون اقل صعوبه ومنا اكثر صعوبه. دونك خلف كل اذا كيما نفتحوا خلف كل بوابه راح تلقاو سطور كيما قلنا وراح تلقاو النجمه ولا زوج ولا ثلاثه، المهم على حسب صعوبه الكلمات الموجوده خلف كل صوره. دونك في الجهه هذه راح تلقاو نجمه الى نجمتين فقط، ما يفوتوش نجمة إلى نجمتين. إذا هنا يا هام عندنا هنا زوج نجوم etc. إذا كل جهة وش فيها، الجهة هذه اللي منا تلقاو فيها أكثر لأنه شدة الصعوبة أكبر، لأنه هو اللي راح يقرأ وحده مش راح يسمع. يعني تلقاو زوج، تلقاو ثلاثة، تلقاو ربع نجوم etc. دونك واش راح نديرو هنايا؟ الأفضل أننا نقسمو التلاميذ into groups. ملاحة في البوز
بيسك رايحين تلعبوا مع التلاميذ، تخليهم انهم يستمتعوا. دونك واش رايحين نديروا؟ رايحين نوفروا للتلاميذ بطاقات، يعني للجروبس بطاقات، رايحين يختاروهم ات راندوم. هذه البطاقات تشوفوا واش فيهم الالوان هذو. اذا كما قلنا كل مره تلميذ ياخذ بطاقه. فار اكزومبل انا رايحه نختار بطاقه من هذو، اخترت هذه دونك بينك اللي هو listen، بما ان لقيت الهيدفون معناتها listen. رايح التلميذ يصعد للسبوره تاع الجروب هذاك، يفتح هذا listen. مثلا ديروا لهم زوج كلمات هنا كما تفهمنا، قلنا باش ديروا الكلمات ويفهموهم التلاميذ لازمكم انكم تستخدموا سكوتش، هنا تغلفوها بسكوتش باش كي تقدروا، باش كي تحبوا تمسحوا تمسحوا عادي جدا. اذا كي تحبوا تمسحوها راح تمسح عادي جدا كما راكم تشوفوها، تمسحوها تتمسح. دونك مثلا احنا كتبت لهم زوج كلمات فيهم نفس الصوت، فيهم صوت متكرر، اذا التلميذ راح يقرا مثلا شيب شوب، يسمع عفوا لانه يسمع الاستاذ شيب شوب، يرجع لزملائه يحاولوا انهم مع بعضهم they discover the sound. مثلا يهزوا يدهم ويجاوبوه، اذا جاوبوا الاجابه صحيحه يديو يديو واش يديو يديو واش كاين وراء هذا الغلاف، يديو نجمه. اذا ما جاوبوش ديروا لهم عقوبه، ديروا لهم ناقص نجمه، هكا باش تكون المنافسه قويه. اذا هذه هي طريقه اللعب. مثلا تجي من في الجهه هذه تكتبوا لهم شيب وشوب، وهنا بصح لازم هما يقراوهم وحدهم و they discover وحدهم. دونك بهذه الطريقه رايحين نديروا كومبيتيشن بين ليرنرز، رايحين يستمتعوا وفي نفس الوقت يتعلموا الاصوات. Now we come to the second poster اللي هو this text. It's from the textbook، من الكتاب المدرسي. دونك هنا هذا الحجم راهو كبير جدا، واضح للتلاميذ، متر على 60 كما العاده. هنا التلميذ يبدا يقرا. دونك هنا we use segmenting. وش هي segmenting؟ They use for example the reading hand، يد القراءه، ويحاول انه يقرا هذه الفقره. هذه الفقره وين يقرا؟ كامل الحيوانات المذكوره في الفقره راهي موجوده في الصور، هكا باش التلميذ يفهم. هنا نون فيربال، هنا فيربال. اوكي دونك كوموندات هذا لو تيكست، ومعاه كوموندات كلمات من هذا النص باش بعد تلصقهم وتخرج منهم الاصوات. نلصق لكم الكلمات ونرجع مع بعض. بون طلبت مني اني نخدم لها هذه الكلمات المذكوره في النص كبطاقات، ايضا طلبت مني اني نخدم لها هذه الحروف هكا باش تما تقري الحروف تقري الاصوات اتسيترا. دونك هذا a part of her order. دونك هذا هو اخر جزء من الاوردر تاعها. دونك I hope that you like these materials. أكيد كل شيء بلاستيكي بالمغناطيس، لصقوا مباشرة في السبورة. اللي مهتمة أنها تكوموندي الوسائل التعليمية، ما عليها غير أنها تدخل لباج تاعي اللي هي teachers support teachers، الأستاذ يدعم الأستاذ. نخدم الوسائل التعليمية لكامل الميادين، كامل الأطوار، كامل المواد بإذن الله. Thank you so much for watching. See you in another video إن شاء الله. وما تنسوش تخليوا لي كومنتار إذا عجبكم هذا النوع من الفيديو، إن شاء الله نزيد نحط لكم منه.